وصلنا. جيب الدراق. تمام. عمي كمال. مراد حبيب قلبي كيفك؟ أهلين عمي. حمد على السلامة يا أبي. إيدك معي ننزل الأغراض. يلا جيب الشناتي من ورا، أنا رح أجيب هدول. يلا يلا. شو أمي وينها؟ أمي عجل شوي. أمي إجا أبني، إجا أبني. اشتقنا يا روحي. يا روحي أهلين وسهلين يا أمي، اشتقت لك يا روحي. دخيل هالوجه. مرحبا. الحمد لله على السلامة. أسيل أهلين وسهلين. أهلين وسهلين يا روحي حبيبتي، قديشك حلوة. شكرا إلك. هدول لحضرتك. المربى شغل بيت. شكرا كتير. ليش مغلبة حالك يا قلبي؟ لا عذاب ولا شي خالة. نحن وجايين أنا ومراد مرقنا لعند أمي على بورصة، كانت محضرتهم مخصوص لإلك، جبناهن وإجينا. عن جد شكل أمك حدا كتير ظريف، فرحتوني كتير، شكرا. إيه يلا. حبيبي مراد استنى، نحن حضرنا لكم أوضكم إلا إذا أنتوا بتحبوا تناموا بنفس الغرفة. لا مو بنفس الغرفة، يعني حتى إذا في أوتيل قريب بيكون أحسن، بلا ما سبب لكم إزعاج بنزل. معقولة أنتي؟ شو هالحكي هذا؟ بوجود كل هالبيت الطويل العريض طبعاً ما رح أسمح تنامي برا. تمام تفضلي تعال. فوتي يا روحي، ليش مستحية؟ فوتي. بلوي أنت بلوي. خلاص ونجحت بالامتحان كمان. ليكي لو قبلت إنه تنام معه بنفس الأوضة بتعرفي شو كان رح يكون إلا نصيب عنا. لا أمي من أول دقيقة أنت التانية. ما شاء الله هالبنت قمر وبتجنن كمان. لك ليكي على هالجسم شو حلو يتهنى. يلا لشوف يا أميرة، يلا لشوف. مصر لآخر لحظة توترني، فتت بالدور منيح. إيه كنتي كتير منيحة وأدائك رائع عن جد صديقي. قلتك حبتني. إيه طبعا. وهي أوضتك الزهرية الوردية الهادية. تفضلي تفضلي أنسي، هاي شنتايتك. بتمنى أنك ترتاحي. ايه رح أرتاح. شو يا أنسي، ما في بخشيش أو غيره؟ هالخدمة زبالة. روح عمي يلا يلا لعند أمك يلا. ايه رايح. أسيل أنا جاهز ونازل لعند أمي، أنت شو وضعك؟ يلا ليكني جاية. يلا ناطرك. حليانة كأنه؟ ولا عيوني ما عم شوفوا منيح؟ مجبورة. يلا لشوف، أعطيني إيدك. اليوم أكيد نحن رح ننفض. لا تخاف مننفض. وعك تتفركشي. لك اليوم عندي عيد. نعمت تركي تركي من ايدك، جيبي كل شي موجود بالمطبخ، كل شي حضرناه جيبيه لهون. فهمنا. يعني من اول يوم رح تطفشي ابنك؟ شبك امي؟ لك ابني حبيبي بيكون مشتاق لطبخ امه حبيبته، رح طعميه من كل شي ولو لقمة على الاقل. ايه فتون العوامة. قلت لقمة وتذكرتها. لا فتون اخوكي بيحب العوامة كتير، نعمله المسويات. لازم تذكريني. ماشي مثل ما بدك. وعك تنسي هديها. ليكن اجوا. ليكي الولاد قديش لابقين لبعضهم، شايفة بنتي؟ شايفة؟ لك والله هالبنت بتطير العقل. اوه امي انتي شو عاملة؟ 112 صنف؟ انا ميت على اليبرق، رح اطلع بهدول بالاول. ها صحتيني اروح امك. اشتقت كتير لطبخك والله، حتى المكان كله قشة لفة. اشتقت لكم كتير، لكم وحشة. لك حاجتك، لو ما رافقت ما كنا شفنا وشك. يا فصعونة كبرتي وصار بدك تتزوجي. ما شو كان بدي اقول لك؟ مبسوطة؟ كتير.
بس ليكي اختي على طول بدي اسمع هذا الجواب منك، ها؟ لانه اذا شي يوم سمعت العكس بدي اعمل مشكله لتكوني بالصوره. بعرف اخي. يلا بقى خلصونا. اسيل حبيبتي قومي من عندك يا روحي. يلا روحي روحي اقعدي عند مراد، روحي لعنده يا بنتي. يلا وانا كمان رح اقعد هون. حلوه كتير هالجمعه. غريبه امي، يعني هذه الاجواء لوحدنا وما في لا طنطنه ولا شيء، عجيبه مو؟ حلو كتير، ما هيك؟ ما في احلى من العيله مع بعضها. حبيت اليوم انه نجتمع مع بعضنا، بكره الحنه مو هيك؟ لهيك قلت لحالي تعالوا بكير، ولكن رح نضل لحالنا. شكرا كتير لكم، فرحتوني كتير بجيتكم. كتير كتير حلوه الفكره. انا اللي كتير بتشكرك اصلا، مبسوطه فوق ما بتتصوري. بتشكرك كتير على العزيمه. لا لا شو هالحكي بنتي اسيل. ليكي من هلا ورايح بتعتبري هذا البيت بيتك. على فكرة قلت لكم تعوا بس ما قلت لحدا انكم رح تجوا بكير، وانت بتعرف مرت عمك فاتن، كانت ما تركت حدا الا وجابته لهون. انا اللي بعرفها فاتن وفتنة فعلا. وقال شو ناطرتك على نار؟ ايه ما صدقت ابدا انه رح تجوا. والله نيتها عاطلة لدرجة قال قال انه شو بعد الخبر يلي نزل عن مراد بالمجلة طلعت الحبيبة من عالم الغيب، وقال شو كمان اصلا رح يجي على اخر لحظة على عرس اخته الوحيدة لحاله، ولولا الحياة يا ابني كانت رح تقول عنك انك عم تكذب. مراد مين هي فاتن؟ انت توترت طبعا. ايه لا تتوتر يا روحي، شغلة فاضية، ها مرت عمك وبتعرفها ما حلك تتعود عليها. طبعا اخي هي رح تجي لهون اكيد، ولما تشوفكن هيك رح تستحي وتروح. ايه دخيلك بنتي، الخجل بعمره ما زارها لمرت عمك. مفاجأة. اكيد كلكم تفاجأتوا بشوفتي. اشتقتولي اشتقتولي. نيفين يهنيك بجيت لغياب، يهنيك برجعت الغياب حبيبتي. أكيد أنت مشتاق لي كتير مثل ما أنا مشتاقت لك. يا روحي أنت حبيبي حبيبي، شو أخبارك؟ طمني عنك، أنت أجيت لهون أمتى وصلت؟ اسكتي رؤي رؤي، وحدة وحدة خليني جاوبك على سؤالك. قلتي لي شلونك، بدي جاوبك رؤي. لازم قلك أنا منيح وأسألك أنت شلونك. تمام يلا ورجينا خلينا نجرب. شو أخبارك؟ منيح، أنت شلونك؟ شفتي حبيبي؟ حبيبي لما شفتك صرت أحسن. شو هي كنتنا الحلوة هون؟ على مهلك كنت. شو شو هالحكي هذا رؤي؟ هي بتكون رفيقتي مو أكتر. أسيل تشرفنا. وأنا حبيبتي وأنا كمان. إيه ما شاء الله عليكي ما أحلاكي، تفضلي ارتاحي. والله يا نيفين يعني قرينا الخبر تبع المجلة و... نعمات تعي بس دقيقة، نعمات جيبي صحن مشان ضيفتنا تاكل معنا. صدفت اجيت على الاكل، حماتي بتحبني. يا جماعه اللي عم يكتبوا بهالمجلات لا بينحط لا بميزان ولا بقبان، الله وكيلكم شي بجنن. تسلمي حبيبتي. لما قرينا الخبر بالمجله انا زعلت كثير، بس الحمد لله اني شفتك بخير. والله امك هي زعلت كثير، غميت وفاقت غميت وفاقت، بس عندها حق. يعني بصفتها امك معقوله ما تحب تفرح فيك؟ ما تحب تشوف اولادها؟ مرت عمي الست اللي عامله المقابله معه بدلت الاجوبه. اخي ما نحاكي هالشغلات بنوم، ريحيلي جمالك. عن جد انا اصلا ما كنت مصدقه هالحكي. في حدا عينه عليكم؟ في حدا عم يضربكم عين؟ مين هدول مين هدول؟ مو معقولين. مين في غيرك؟ حبيبي. ايه وقديش لك انت وياها بتعرفوا بعضكم؟ قديش قلنا؟ ست شهور. ستة ولا ثمانية؟ معقولة يا روحي؟ شهرين ضل عم يركض وراي وست شهور مرتبطين، وهيك بيصيروا ثمانية. ايه ركضت شهرين على نفس واحد. انت ركضت ورا وحدة مراد؟ لا تخربطي الدنيا، انا ما عاد عندي حركات الطيش والزعرنة تبع زمان. ايه اللي بيلاقي صبية مثل اسيل اكيد رح يركض طبعا. وحدة حلوة ومثقفة وبتطير العال اكيد بده يركض وراها. تعالوا احكي لكم شو صار معي من زمان مع ابوكم. أبوكن لحتى يشرب معي كاسة شاي، ست شهور نام وفاق على بابي، نام وفاق على بابي لحتى أشربها معه. أنا أبي كان كتير غريب. ما شابها أباه ما ظلم. بس كنا نتدلل كتير ببيت أهلنا. إيه هيك كان، بس أنتِ ما بتعرفي بهالحكي فاتن. ليش لحتى ما أعرفه؟ إلك مو هربتي وجيتي لعنده هو خاطب وحدة تانية ولا نسيتي؟ لا مو هيك حبيبتي، أنتِ متذكرة غلط، أصلاً كان تاركها. حياتي أنتِ مبلش عندك الزهايمر على الخفيف، رح آخذك على الدكتور. ما علينا حبيبتي، انت من بيت مين؟ اهلك هون؟ زناجيل؟ شو بيشتغلوا؟ شو عملن؟ عندن املاك هون؟ مرت عمي تركيهم للجماعه ياكلوا لقمه بالاول، هدي اعصابك. لحقين على الاكل يا بنتي، ما رح يهرب من قدامنا. خبرت مرت عمك خيريه، هلا بتكون خبرت كل الدنيا، بتكون لمت كل الجيران وجايه. ما رح يصحلنا نحكي، هي بتحكي كثير ما رح تخلي مجال لحدا. بما انه نحن مع بعضنا خليني اسال واخذ راحتي بالاسئله، وقتها برتاح.
ايه يا حلوة؟ قديش الساعة أسيل؟ تأخرنا. أنا نسيت، هلأ تذكرت. قومي 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 أسيل، يلا 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 بسرعة، خلينا نلحق بسرعة. قومي يلا عن نسيت، يلا يلا بنرجع بنرجع. وقفوا يا أمي، أمي عنده شغل معناتها. هي فاتن رح تكشفنا. ها خلينا ناخذ نفس دقيقة، يلا طلعي. رايحين على الموتور؟ لك ايه، استنى ما حدا لاحقنا. تعسلة يلا يلا. لا بعد نقطة يا رب. يلا طلع.